السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رجاء التعليمية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله مكملين مع بعض يونت 2 ديزرت انيمالز، وهي للصف الرابع الابتدائي وهو الدرس الرابع في اليونت. يلا نشوف التحدي اللي حصل بين البيليكن وبين البير. يلا قصة جميلة ولطيفة، يلا نشوفها مع بعض. زي ما تعودنا كل مرة ان احنا نشوف المين فوكابلري بتاعتنا، بتاعت الفقرة اللي احنا هنقراها ونقشها مع بعض. اول كلمة عندنا اللي هي بير، اللي هو الدب، وده طبعا البطل بتاع النهاردة. بيليكن البطل الثاني اللي هي البجعة. ريفر النهر، ده المكان اللي حصل فيه التحدي. جيلي فيش اللي هي سمكة طرية، طبعا دي اللي حصل عليها التحدي. ريتش يصل الى. ليفت يرفع شيء ما. بو اللي هو قدم الحيوان. كلو اللي هي المخالب اللي في القدم، طبعا القدم شيء والمخالب شيء، تمام. المخالب اللي هي عامله زي الضوافر كده، كلاوز. ليك اللي هو يلعق. بعد كده سربرايزد اللي هو مندهش. ويسبر يعني يهمس لشخص ما. اكسكيوز مي يعني معذرة. هانجري جوعان، ودي الحالة بتاعت البير والبيليكن كانت في القصة بتاعتنا، كانوا الاتنين both are hungry. انجري غضبان، وده طبعا حالة البير لما هنشوف القصة بتاعتنا حصل له ان هو انجري. ريدي مستعد او جاهز. فن مرح او ممتع. انترستنج متعة. بورينج اللي هو ممل. فلاي اواي يعني طار بعيدا، طبعا ده بيتكلم عن البليكن. لوك داون ينظر اسفل. شاوت يصيح. بوث يعني كلاهما. بوك بيكوز بمعنى طبعا لانه. اوك يعني جيد او لا بأس. وده معاد التحدي بتاعنا اللي هو طبعا في الفقرة read and learn يعني اقرأ وتعلم. يلا نشوف التحدي بين البليكن وبين البير. the pelican and the bear، طبعا البجعة والدب. نقرأ أول سطر. a pelican and a bear are in the river، هما الاتنين موجودين فين؟ في النهر. they are very hungry، هما الاتنين كانوا جعانين. they are both looking at a big jellyfish، وهما الاتنين برضو كانوا بيبصوا على سمكة طرية كبيرة. the bear reaches for the fish، طبعا الدب وصل للسمكة. it lifts its paw ورفعها بقدمه. the pelican opens its beak، طبعا ادي التحدي. البجعة راحت عملت ايه بقى لما شافت الدب رفع السمكة برجله؟ راحت هي فتحت بقها. opens its beak. it's ready to take the fish out of the water، وكانت خلاص هتطلع السمكة من المية. the bear sees the pelican، الدب شاف طبعا البلكن البجعة. the pelican sees the bear، والبلكن اللي هي البجعة شافت الدب. رايح قايل ايه؟ excuse me the pelican says، طبعا البلكن كانت ذكية شوية وقالت له excuse me للبير طبعا. that's my fish، دي السمكة دي بتاعتي. the bear is surprised and angry، ورايح قايل لها بيليكن look at my claws، انظري الى مخالبي. now look at my teeth، وانظري الى اسناني. that's my fish، زي ما يكون كده بيهددها وبيقول لها بص على مخالبي وبص على اسناني والسمكة دي بتاعتي. the pelican looks scared. I'm sorry bear، طبعا البجعة خافت شوية كده وقالت له للدب I'm sorry. it whispers، طبعا ايه همست له في اذنه. the bear is bigger and stronger than the pelican، طبعا كل واحد لازم يعرف حجمه، ان البير كبير اكبر منها واقوى منها. the bear licks its paw، طبعا البير راح لعق قدمه. the bear is happy because it has a big fish for dinner، طبعا البير وقتها طبعا فرح ان هو طبعا حصل على السمكة للعشاء بتاعه.
then the bear looks down. وبعد كده نزل البير اللي هو الدب. Oh no, it can't see the fish. طبعا ولا شاف السمكة. It can't see the pelican. ولا شاف البجعة. Pelican, where are you? أين أنت يا بجعة؟ Bear shouts. طبعا الدب عاد إيه يصيح. There is no pelican. مفيش إيه بجعة. But he can hear the happy pelican flying away. وطبعا شاف البجعة وهي مبسوطة وطايرة بالسمكة وهي اللي فازت بالتحدي. وده يعتبر نوع من التحدي، لا هو بالقوة ولا هو طبعا بالعضلات، هو بذكاء البليكن ان هي حصلت على السمكة بالرغم من ان البير stronger and bigger، ان هو اكبر منها وstronger اقوى منها، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ولا ينتصر الا الذكي. وبكده أكون خلصت معاكم lesson 4 اللي هو in unit 2 اللي هو بعنوان desert animals، وهو درس شيق جدا وقصة جميلة وممتعة بين البليكن والبير وقصة الدب والبجعة والجيلي فيش اللي هي كانت أداة التحدي بين الاتنين أو السباق اللي حصل على الجيلي فيش اللي هي السمكة الطرية، وفي النهاية أو في الأخير اللي فاز بالسمكة هي البليكن. أما البير على رغم قوة عضلاته وقوة جسمه إلا أنه لم ينال الحظ في الفوز بالسمكة، وفازت بيها البجعة لأنها كانت أذكى منه، وإن هي عملت محاولات وإن هي برضو تنازلت بعض الشيء في بداية الأمر، ولكن في النهاية هي فازت بالسمكة. بشكركم على حسن الاستماع لنهاية الفيديو. أتمنى من حضراتكم المراجعة الكتير على learn and read and learn، لأن دي الفقرات دي مهمة جدا للطلبة وفيها جميع الكلمات المهمة اللي هي بيتعلم منها اللغويات. وأتمنى برضو أن يعني تعملوا براكتس عليها على طول، هي قصص جميلة بس كلمات كتير. أيوة بس معلش نتابع، وطبعا أول بأول علشان طبعا المنهج ما يتكومش علينا وان شاء الله خير. واتمنى اللي لسه بيشوفوني الاول مرة على قناتي، اتمنى منهم يشرفوني بالاشتراك والمتابعة عشان يوصلهم كل جديد على قناتي باذن الله. منتظرة من حضراتكم اي استفسار او اي سؤال سواء في اليونت دي او اليونت اللي قبلها يونت 1 او اي درس من دروس الصف الرابع الابتدائي، وان شاء الله هنجاوب عليه في التعليق. بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات. Thank you for watching.